هم كانوا يعني كانوا تقريبا عارفين يعني ان انا جاي اتجوزها زي ما هي قالت لهم، فهم كان عندهم خلفيه. فلما رحنا هناك واحنا قاعدين، نور داخله بقى علينا بصينيه فيها الشاي والحاجات، فامي شافتها فحبت تجود بقى، فقالت لها حبيبتي هو انت نور؟ لا يا طارق. قالت لا اصل انا اول مره اشوفك. ما حقيقه يعني اللهم صل على النبي صلاه، يعني البنوته اللي انت اخترتها اللي انا اول مره اشوفها يعني. فكره ان يبقى في ستاند اب كوميدي على مسارح اصول الثقافه دي حاجه كويسه جدا، واتمنى ان هي تستمر يعني. والحمد لله بيبقى في تفاعل حلو جدا مع الجمهور مع الستاند اب كوميدي. خلاص الشباب بداوا يعرفوه بشكل كبير جدا، وكمان العائلات الكبيره بدات تتجاوب معاه ويفهموه يعني اكتر من الاول. والنهارده الحمد لله كان في عدد كويس جدا، مع ان احنا اول يوم دراسه. فكره مواعيد هي عباره عن ان احنا حبينا نسهل على الناس الموضوع، في ان بدل ما يدور على ويب سايت مخصوص او يخش يدور عشان يعرف الفعاليات اللي بتحصل، فاحنا حبينا نسهل الموضوع ده عن طريق بيج على الفيسبوك بابليك لكل الناس، بيتشار عليها كل الفعاليات اللي بتحصل اسبوعيا شهريا مع الاماكن المعروفه زي مكتبه اسكندريه والساقيه وحتت كتير تاني سور الثقافه، عشان الناس تبتدي تباشر ده او يوصل لها ده بشكل اسهل يعني. Thank you.